مع هذا الرجل ورش، هذا الرجل المصري الذي رحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم على الإمام نافع 4 ختمات، جد واجتهد وحصل، فخلد ذكراه أنه ينسب القرآن إلى اسمه برواية ورش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نرحب باسمكم بالسادة ضيوف هذه الحلقة، أخونا الشيخ محمد عبد الغني. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أحسن الله إليك. جزاك الله خير. وأخويا وحبيبي الشيخ ياسر محروس، أحسن الله إليك يا شيخ ياسر. أهلا وسهلا شيخ، ربنا يعزك. الله يكرمك يا شيخ ياسر. أحبتي في الله، إن شاء الله التلاوة المنهجية في حلقة اليوم من الآية 38 حتى نهاية الصفحة الآية 48 كما هو معتاد في كل حلقة إن شاء الله صفحة، نفس نظام إن شاء الله برنامج اقرأ وارتقي لأخويا وحبيبي فضيلة الشيخ أشرف عامر وفضيلة الشيخ مصطفى البصراتي، فنفس السيستم إن شاء الله أو نفس النظام اللي بنمشي به، صفحة في كل حلقة بإذن الله تبارك وتعالى. نعلق بإذن الله على تلاوة اليوم، التلاوة المنهجية، قبل استقبال اتصالات حضراتكم بإذن الله. أولى هذه التعليقات لما نتابع مع بعضنا على اللوحة، قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن، قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في الكلمات الآتية، الآية 38 يأتينكم، تقرأ ياتينكم، وفي الآية 44 أتأمرون، تقرأ أتأمرون، وفي الآية 48 يؤخذ، تقرأ يوخذ. وفي الحقيقة أنا لما وجدت كلمات هذه الإبدال قلت إن إحنا نكتب ملحوظة بقول فيها الآتي: يبدل ورش كل همز ساكن، يبدل ورش كل همز ساكن إذا جاء قبله أحد الحروف السبعة الآتية: 1 الياء والتاء والنون، 2 الميم والفاء والواو، 3 همزة الوصل. يبقى ديت الحروف اللي هيبدل ورش فيها أي همزة ساكنة، أي همز ساكن يجي لي قبل منه الحروف السبعة دول، أي الحروف السبعة دول هيبدل ورش. خلاص؟ طيب، قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ الصلاة، قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ الصلاة في الآية 43 والآية 45، وكتبنا بنقول ملحوظة: يغلظ ورش كل لام مفتوحة مسبوقة، يغلظ ورش كل لام مفتوحة مسبوقة بطاء أو بظاء أو بصاد، وكتبت بشرطين. عندنا شرطين عشان ورش يغلظ اللام. الشرط الأولاني يخص الحرف المغلظ وهو اللام. إيه هو الشرط؟ مفتوح، لازم اللام تبقى مفتوحة. خلاص؟ الشرط الثاني يخص حروف التغليظ. أنا هفخم اللام أو هغلظ اللام فلازم قبلها حروف معينة محددة. إيه هي الحروف؟ حروف التغليظ: الطاء والظاء والصاد. هل لها شروط الحروف الثلاثة دول؟ نعم، يا تبقى مفتوحة يا ساكنة. طيب، وجبنا الدليل، ما هو لكل قول دليل. يقول الشيخ عثمان سليمان مراد: واللام ذات الفتح ورش غلظة. شوف الكلام، واللام ذات الايه؟ واللام ذات الفتح، يبقى لازم تبقى مفتوحة. واللام ذات الفتح ها ورش غلظة. شوف انتقاءه للفظ التغليظ: بعد سكون الصاد، بعد سكون الصاد والطاء وظاء أو انفتاحها. يبقى قال بعد سكون الصاد والطاء والظاء، يبقى ممكن تبقى ساكنة أو انفتاحها. الشروط اللي لسه قايلينها في حروف التغليظ: يا ساكنة يا مفتوحة، وأصلا الحرف اللي هغلظه هو اللام بشرط أن تكون اللام مفتوحة، مثل الصلاة الصلاة زي ما هجلنا في تلاوة اليوم. أيضا قرأ ورش، قرأ
ورش بترقيق الراء في لفظ لكبيرة. قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ لكبيرة في الآية 45. يعني المفروض إحنا معانا قلم رصاص فاتحين المصاحب بتاعتنا بنعلم على هذه الملاحظات. قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ لكبيرة في الآية 45. ملحوظة برضو بنحاول ندي ملحوظة أو بعض التنبيهات لإخواننا المبتدئين في هذه الرواية، لأن أنا بصب الاهتمام الأول على المبتدئين. ملحوظة: رقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة. أي راء مفتوحة أو مضمومة يا ورش؟ لا مسبوقة بكسر أصلي، لازم قبلها حرف مكسور أو بياء ساكنة. لو جاء قبلها ياء ساكنة، طب يعني ياء ساكنة؟ يعني يا إما تبقى ياء مادية يا إما تبقى ياء لينة. إيه هي الياء المادية؟ ياء ساكنة قبلها كسر، زي لا كبيرة اللي قدامنا على اللوح، لا كبيرة هذه الياء ساكنة عليها تشكيل، ما عليهاش تشكيل يبقى ساكنة. طب والحرف اللي قبلها مكسور، يبقى هذه الياء مادية. طب يعني إيه زي الياء اللينة؟ زي كلمة خير. أعرف الياء اللينة إزاي؟ تبقى ياء ساكنة عليها رأس الحاء الصغيرة والحرف اللي قبلها مفتوح خير. خلاص ناخد الدليل. قال الشيخ عثمان سليمان مراد، قال ايه؟ رقق لورش. الشيخ عثمان سليمان مراد بيقول ايه؟ اسمع الكلام. رقق لورش ايه؟ الراء. رقق لورش الراء بعد كسرتي. رقق لورش الراء بعد كسرتي او بعد ياء ساكن من كلمتي. ده شرط مهم، ان ورش هيرقق الراءات المفتوحة او المضمومة، خلاص، اذا جاء قبلها كسر، خلاص، او جاء قبلها ياء مادية او لينة. بس بيقول ايه؟ او بعد ياء ساكن من كلمتي. ليه الراجل خصص كلمة من كلمتي؟ ليه؟ لما تيجي كلمة في ريب، وان كنتم في ريب، طيب كلمة ريب الراء مفتوحة صح؟ بس قبلها ياء، هل الياء بتاعت في ريب دي في نفس الكلمة ولا في نهاية الكلمة الاولانية؟ في نهاية الكلمة الأولانية. يبقى ورش يقول في ريب ولا في ريب؟ يبقى لازم الياء المادية أو اللينة أو الكسر يكون في نفس الكلمة، في نفس الإيه؟ هذه فائدة المتون. من حفظ المتون حاذ الفنون، من حفظ المتون حاذ الفنون. طيب، قرأ ورش بالفتح والتقليل. قرأ ورش بالفتح والتقليل في لفظ هداي، في لفظ هداي، فمن تبع هداي، هكذا بالفتح، هداي هدى هداي. شوف التقليل ليه؟ المسار الطبيعي للفتحة ازاي؟ انا لو عايز افتح الفك، عايز احقق حركة فتح للحرف، المسار الطبيعي للفتحة بتاعي بفتح الفك لأعلى، طب انا عايز اعمل تقليل، افتح الفك بقى مش لأعلى، ابتدي اميل بالفك بتاعي بالعرض، هداي كده فتح، هداي. طب هعمل تقليل، هداي هداي هداي. خلاص، يبقى قرأ ورش بالفتح والتقليل في لفظ هداي، الآية 38. وقرأ أيضا بالتقليل قولا واحدا، ملوش بقى إلا تقليل، في لفظ النار، خلاص، الآية 39. ولهذا بقول ملحوظة: يقلل ورش كل ألف، خلاص، جاء بعدها راء مكسورة، كلمة النار، كلمة النار اللي هي أولئك أصحاب النار، أهي ألف أهي بعدها راء إيه؟ مكسورة. متابعين معايا في المصاحف؟ بعدها راء مكسورة، يبقى أي ألف بعدها راء مكسورة يبتدي يقللها ورش. النار النار النار. أقولها تاني: أولئك أصحاب النار. مش ملاحظين حاجة وأنا بقلل؟ لما قللت عملت إيه في الراء؟ رققت الراء. النار، خلاص. طيب، تنبيهات بقى. قرأ ورش بتثليث البدل في الألفاظ الآتية: أولا كلمة بآياتنا، الآية 39، تثليث البدل القصر والتوسط والإشباع. كلمة أوف في الآية 40.
كلمة وآمنوا وبآياتي، وكتبت مع التسوية بينهما. ليه كتبت مع التسوية بينهما؟ عشان دول اتنين مد بدل، مدين بدل في نفس الآية، فما ينفعش أعمل قصر وتوسط وإشباع لوحده وأفصله عن التانية. يعمل الاتنين قصر، يعمل الاتنين توسط، يعمل الاتنين إشباع، خلاص مع التسوية بينهما. خلاص. وآتوا الزكاة في الآية 43، كل دي مدود البدل هننتبه إليها وإحنا بنأدي صفحة اليوم. كتبنا وقلنا ويمتنع التوسط والإشباع، ما هو بمناسبة بقى مد البدل، احنا عارفين ان مذهب ورش في مد البدل قصر وتوسط وإشباع، صح ولا لأ؟ طيب عندنا كلمة إسرائيل، إسرائيل، إيل ديت مد بدل ولا لأ؟ مد بدل، ما هي همزة مكسورة بعدها ياء إيل. طب هل ورش بقى يعمل فيها كمان التوسط والإشباع؟ قال لك لأ، ويمتنع التوسط والإشباع في البدل في لفظ إسرائيل. الدليل إيه؟ هو الدليل، الدليل لو أذكركم في دروس اللي فاتت، الحلقات اللي فاتت لما كنت بتكلم على مد البدل، قلت إن ورش له في البدل القصر والتوسط والإشباع. على الإطلاق؟ لا مش على الإطلاق، كان في مستثنيات لورش، عشان كده كتبت الدليل أذكركم بيه. الدليل بيقول الآتي: وامددهما ستا لورش مسجلة، وعنه أيضا ثلثن البدلة، صح ولا لأ؟ الدليل بيقول وامددهما ستا لورش مسجلا، وعنه أيضا فلفن البدلا، إلا الذي أبدل من تنويني أو بعدما صح من التسكين. خلاص. إلا الذي أبدل من تنويني أو بعدما صح من التسكين، أو بعد همز الوصل حال الابتداء، يواخذ إسرائيل حيث وردا. يبقى وامددهما ستة لورش المسجلة زي ما احنا شايفين على اللوح، اللي هو وامددهما ده مثنى، يعني المتصل والمنفصل ست حركات. وعنه أيضا ثلثن البدلة، أي أيوة وعن ورش ورد تثليث البدل القصر والتوسط والإشباع. إلا ابتدى يستثني بقى الورش، إلا الذي أبدل من تنويني، يعني لما تيجي الهمزة محطوطة عليها تنوين بالفتح زي دعاء، لما بقف أقول عليها إيه؟ دعاء آ، يبقى ما جيش على آ دي وأعملها قصر وتوسط وإشباع، هي بس عند الوقف بالقصر، ويمتنع التوسط والإشباع، ده مد عوض. أو بعد ما صح من التسكين، لما يجي مد البدل قبل منه ساكن زي كلمة قرآن، أدي مد البدل قبله الراء ساكنة قرآن، زي كلمة مسؤولة أدي مد البدل قبلها حروف سواكن. أو بعد همز الوصل حال الابتداء، لما يجيني همزة وصل الألف اللي عليها راس الصاد وبعدها همزة، همزة قطع على نبرة زي أوتمن، زي إيتوني، كل ديت لما أجي أقف ببتدي بالكلمة دي ببدل الهمزة التانية بقول أوتمن بتاعة البقرة، إيتوني، كل دي مدود بدل عند البد، مدود بدل عند الإيه؟ عند البد. ولكن هل بقول إيتوني بالتوسط إيتوني بالإشباع؟ لا، يمتنع التوسط والإشباع. خلاص. ثم يواخذ إسرائيل حيث ورد، كلمة يؤاخذ يقرأها ورش يواخذ بالإبدال، فيمت ما فيهاش بدل. إسرائيل لأنها اسم أعجمي طبعا، ودي من المستثنيات لورش في الراءات ومن مستثنيات ورش في البدل. خلاص. طيب قرأ ورش، قرأ ورش بتقليل الألف قبل الفاء، قرأ ورش بتقليل الألف قبل الفاء في لفظي كافرين والكافرين. طيب بشرط إذا جاء بعد الراء ياء، إذا جاء بعد الراء إيه؟ يا كافرين، الكافرين. خلاص. فيستنتج مما سبق، لما انا قلت ان ورش هيقلل الالف اللي هي بين الكاف والفاء، الكافرين بالكافرين هيقللها. خلاص. يستنتج ايه؟ يستنتج مما سبق ان لفظ اول كافر به اللي في الصفحه اللي هنأديها اليوم
ورش ملوش فيها حاجة، عشان كده كاتب فيستنتج مما سبق أن لفظ كافر به الآية 41 لا تقليل فيه، يبقى كافر به لا تقليل فيه، وأيضا لفظ الكافرون إلى ما شابه ذلك. إيه تاني عندنا كمان من بعض الملاحظات؟ كلمة شيئة مدلين مهموز، وعندنا كمان صلة ميم الجمع. لو طبعنا مع بعض عندنا في بعض التنبيهات، عندنا في الآية 46 وأنهم إليه راجعون قرأ ورش بصلة ميم الجمع. في الآية 48 كلمة شيئة قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز، يبقى مش شرط أي مد لين، مش زي خوف وبيت، لا لازم يبقى لين ياء لينة أو واو لينة بعدها همزة، لين مهموز. خلي بالكم من اللفظ اللي بقوله، مش أي لين، أنا قلت لين إيه؟ مهموز. طيب وكتبت ملحوظة هامة تهم كل مشاهد ومشاهدة، تلم كل أخ وأخت، تهم كل أب وأم يتابعني في رواية ورش. طبعا الأصل كاتب الآتي ملحوظة: إذا قرئ بوجه توسط البدل، إذا قرئ بوجه توسط البدل فيترتب عليه، عد معايا، واحد التقليل في ذوات الياء، يبقى أي ذات ياء هتقابلك هتقللها قولا واحدا. اتنين توسط اللين المهموز. طب ليه انت كتبت لنا الملحوظة دي؟ احنا مش معتادين في الحلقات بتاعتنا ان انت بتقرينا بالأوجه كلها، ان انت بتقرينا بالقصر والتوسط والإشباع في البدل. لما بيجيني لين مهموز مش بتقريني بالتوسط اللين المهموز وبإشباع اللين المهموز؟ لما بيجيني ذوات ياء بتخليني أفتح وبقلل؟ الكلام دوت بنأديه بالفعل، لأن الغرض من هذا البرنامج أنها ختمة تعليمية من الفاتحة إلى الناس، خلاص؟ ولكن بعض إن أنا عايز أخفف على المشاهدين والمشاهدات اللي بيتابعوني، في بعض منهم بيقرأ بوجه التوسط، فأنا إلا ألتزم بي لو أنا قرأت بالتوسط. أنا مش معنى كده أن أنا بمنع المتصلين اللي يتصلوا علي الآن بإذن الله أنه يقرأ بالأوجه، لا يقرأ بالأوجه، وده الأفضل عندي في الحقيقة، لأن ده أفضل في طريقة التعليم أن أنت تعرف كل الأوجه المحيطة بالرواية. افرض أنت واحد قال لك اقرأ بقصر البدل، تبقى عارف إيه اللي هيترتب على قصر البدل. لو واحد قال لك اقرأ بإشباع البدل أو بتوسط، تبقى عارف إيه اللي بيترتب على هذا. ولكن المشهور والذي قام بتسجيله الشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمة الله في إذاعة القرآن الكريم، لما سجل رواية ورش للشيخ الحصري سجلها بوجه توسط البدل، سجلها بوجه إيه؟ توسط البدل، لأنه هو الوجه المشهور، وهو على فكرة الوجه المعمول به في بلاد المغرب، ده الوجه المقروء به أو المشهور في بلاد المغرب العربي، بيقرأه بوجه توسط البدل على التقليل. خلاص دي أهم التعليقات اللي عندنا في الصفحة. إن شاء الله هبتدي بأخويا محمد دلوقتي يبتدي يقرأ إن شاء الله. تفضل يا شيخ محمد، افتتح لنا الصفحة وهتقرأنا برضو بالأوجه إن شاء الله. إخواننا المشاهدين والمشاهدات بيتابعوا إن شاء الله في استقبال اتصالاتكم بإذن الله. تفضل يا شيخ محمد. شكرا شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم الغنة بتاعت الميم فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هستأذنك يا محمد في فمن تبع هداي، هتجيبها تاني عشان عايزين الجمهور يسمع، الأمة تسمع ان انت جبتها بالفتح وجبتها بالتقليل مرة اخرى من عند فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
بآياتنا بآياتنا أولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين رققنا الراء وعملنا حكم النقل لورش تاني وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون فتح الله لك جميل أحسن الله إليك يبقى دوت قرأنا بالأوجه في الآية وطبعا أنت جبت كلمة شيئا مرة بالتوسط ومرة بالإشباع طيب يلا شيخ ياسر
معنا اتصال، نستقبل اول اتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي تشاركي معنا. ان شاء الله هقرأ بتوسط البدل ان شاء الله. طب اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف. أم محمد. نعم. حضرتك هتقرأي على توسط البدل طبعا. يبقى هداي تقليل. التقليل هداي. طيب. يلا. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فتح الله لك يا أم محمد، الله يكرمك. معنا الأخت حنان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. والله يا شيخ أنا ما كنتش عارف أي حاجة خالص عن الوايت وورث، الحمد لله رب العالمين، يعني بارك الله فيك يا شيخ. الله يسترك ويرضى عليكي. إن شاء الله معلش أبدأ منين؟ اتفضلي بقى من أول وآمين، وهتقرأي يا ترى بالأوجه ولا هتختاري التوسط؟ لا بالأوجه عشان أنا لسه بتعلم، بس أنا ليا سؤال. اتفضلي. أنا كنت في حضرتك كنت أي حاجة كده عن ذوات الياء أنا مش فاهماها أو ما لحقتش أكتبها يعني. طيب. ذوات الياء اللي هي بنقولها مجازا مؤقتا، لان طبعا احنا لسه ماشيين في الشروح. ذوات الياء اللي هي ما تجيلي الكلمه مثلا زي كلمه موسى. حضرتك معايا؟ احنا مش بنكتب كلمه موسى بالياء. بس بتتنطق الف. هذه اسمها ذوات ياء، يعني ده مؤقتا. فذوات الياء لورش يا اما بيفتحها زي حفصه عادي جدا يقول موسى، يا اما بيقللها بيبتدي يميل بالفك بتاعه شويه موسى. سؤال يا شيخ لو سمحت. نعم. بس بعد ما يعني بعد ما اقرا على حضرتك اللي هو اذا اجتمع لورش ذات الياء مع الميم المهمول فله اربع اوجه، في دي انا ما فهمتهاش ما لحقتش اكتبها، ممكن حضرتك تقولها لي بعد ما اقفل؟ حاضر حاضر حاضر. اللي هو اجتماع ذوات الياء مع الميم ولا اجتماع البدل مع ذوات الياء؟ لا مع الميم المهمول. حاضر حاضر اتفضلي. ان شاء الله من اول وامينه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزل. هما ست حركات صح؟ بالظبط كده. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. حاول إشباع المنفصل من الأول. ولا تكونوا. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ارجع حتى التوسط. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هات الإشباع. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا خلي بالك الصلاة غلظي الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فتح الله لك. الله يكرمك. معنا الأخ هشام من الجيزة. السلام عليكم. يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي شيخ عامل ايه؟ الله يكرمك. انا اللي اتصلت بيك المرة فاتت برضك. الله يسترك ويعزك. الله يكرمك. اتفضل يا أخ هشام. الله يكرمك. هكذا ما قرأت المرة فاتت ولا أوجه واحد؟ ابتدي مثلا بالتوسط مثلا. هو طبعا هيجينا هتبتدي لنا من اول اتامرون الناس بالبر. اتامرون. ماشي. نعم ماشي يا حضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جميل يا هشام إنك عملت النقل، بس في حاجة قبلها الراء. الله يفتح عليك. نعم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. رقق سنة. وإنها لكبيرة إلا كبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تاني. ولا يؤخذ منها. وليه؟ ولا يؤخذ. ابدل الهمزة. ولا ينصرون. لا ليه؟ ولا يؤخذ اللي قبلها. ولا يؤخذ منها عدل. نعم. ولا يؤخذ المد البدل على الشيخنا. نعم. لا مش مد بدل. نعم. ده ابدال الهمزة يا هشام. ابدال الهمزة. نعم احنا هنبدل الهمزة. ولا يؤخذ. نعم. نعم. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. جميل يا هشام. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يكرمك. نرجع بقى لأخونا الشيخ ياسر. نقرأ بقى إن شاء الله يا شيخ ياسر. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا عايزك يا شيخ ياسر هناخد الصفحة دي بالتوسط. وعلى فكرة أنا عايز أقول لإخواني المشاهدين والمشاهدات إن أخويا ياسر هو كان النموذج اللي أنا طبعا نسيت أقول لكم عنه في الحلقة السابقة رغم إن هو قرأ المرة اللي فاتت. إن هو النموذج المبتدئ لورش. هو بالفعل أول مرة يقرأ رواية ورش. هو مجاز في حفص. لكن بالفعل هو أول مرة يقرأ بالفعل رواية ورش. يلا شيخ ياسر هنقرأ بوجه التوسط. يعني أخونا محمد قرأ بالأوجه كلها. عشان أخوانا المشاهدين لو حد اتصل يبقى عارف الأوجه مرتبة إزاي. حضرتك هتقرأ بالوجه المشهور وهو وجه توسط البدل. يبقى هيجي لك في هداي التقليل. ما فيش فتح خلاص. على التوسط ما فيش فتح. هيبقى تقليل قولا واحدة. وعلى اللين المهموز اللي تحت في كلمة شيئا مالكش إلا التوسط. يلا شيخ ياسر. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله يكرمك سهلة رؤية ورش الله يكرمك فضل الله ملك شاء الله يكرمك فضل الله وحده معنا اتصال الأخ محمد من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي محمد كيف حالكم الله يكرمك ممكن أقرأ تفضل من أول قلنا اهبطوا هتقرأ بوجه معين ولا بالأوجه كلها يا أخي محمد؟ متوسط أنا بالأصل قارئ لحفص ولكن هجرب اتفضل أجرب إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتين لا خلي بالك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. خلي بالك يا أخي محمد، عندك بآياتنا مد بدل صح؟ نعم نعم. البدل ده انت هتقراه بالقصر ولا بالتوسط ولا بالإشباع؟ بالتوسط. طب يلا، بآياتنا وكذبوا. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. تمام. هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أنت بتقرأ على التوسط، يبقى أوف بعهدكم. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما وسط البدل. نعم وسط البدل. حاضر. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. كافر به. ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي برضو البدل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. جميل يا أخي محمد، بس خلي بالك من البدلات. حاضر. انت تلتزم بوجه التوسط. وعايز اقول لك حاجه، زي ما انت تعلمت حفص وبتقرأ بأصول رواية حفص، فورش برضو له أصول، فالقضية مش صعبة يا أخي محمد، تابع معنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل يا أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا الأخ عبد الله من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصبر صلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فتح الله عليك أخ عبد الله. بارك الله فيك. أتعلم أن ورش كان من صعيد مصر؟ نعم. الله يكرمك. الله يكرمك. معنا مريم من إيطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا مريم؟ الحمد لله. يلا هتقرأي يا مريم؟ هل يمكنني أن أقرأ سورة النبأ؟ يمكنك إن شاء الله. تفضلي يا مريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا. ارجعي لي يا مريم من عنده وخلقناكم. وخلقناكم. هاتيها تاني. وخلقناكم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. بص يا مريم، سراجا وهاجا، لأن الراء قبلها كسر صح؟ نعم. فتبقى سراجا وهاجا. يلا سراجا وهاجا. بصي قولي ورايا يا مريم، سراجا. سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. خلي بالك يا مريم، من المعصرات را. من المعصرات. كملي. من المعصرات ماء ثجاجا. فتح الله لك يا مريم، تابعينا باستمرار يا مريم. معنا الأخت سمر من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك لك. الله يكرمك. ممكن أشارك؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فتح الله لك يا أخت سمر. تابعينا باستمرار، ما شاء الله تلوتك طيبة جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معنا الأخ وائل من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخ وائل. من أول؟ ابتدينا من عنده وآمنوا. ماشي. حضرتك هتقرأ بوجه التوسط ولا هتثلث البدل؟ هتثلث البدل إن شاء الله. هتثلث البدل؟ إن شاء الله. اتفضل يا أخ وائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وآمنوا بما أنزلت
نزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بارك الله فيك يا أخ وائل، تلاوتك جميلة، الله يكرمك، أحسن الله إليك. دوت طبعا في برضو الأخت سألتني، الأخت حنان من الإسكندرية، وبتسألني عن اجتماع اللين المهموز مع ذوات الياء. يا أخت حنان، خلي بال حضرتك أنه أن اللين المهموز لورش له فيه التوسط والإشباع، وفي ذوات الياء له الفتح والتقليل، فكيف يتم الجمع بين اللين المهموز وذوات الياء؟ حضرتك إذا فتحت ذات الياء فلك في اللين المهموز التوسط والإشباع، يبقى كده 4-2. وإذا قللت ذوات الياء فلك في اللين المهموز، فلك في اللين المهموز أيضا التوسط والإشباع، يعني الفتحة عليه توسط وإشباع والتقليل عليه توسط وإشباع. نعم، يعني 4 أوجه، فتحة عليه توسط والفتح برضو عليه إشباع، التقليل عليه توسط والتقليل عليه إشباع. يبقى دي بعض الأمور، ده السؤال، إجابة السؤال اللي حضرتك طلبتيه مني. في الحقيقة بس أنا عايز يعني أختم بكم آية كده برواية ورش على قدر الوقت المتبقي. هبتدي من أول قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني حتى أخواننا في الكنترول بيقولوا ده فاضل معانا، خلاص يعني الوقت متسع، خلاص قدر الله ما شاء فعل. طبعا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، ولا ننسى ما أوصى به وقيع الإمام الشافعي، لأن القلب كوعاء صافي، لا يجمع هذا القلب بين ظلمة المعصية ونور العلم. شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وأوصي نفسي أيضا وإياكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم. أيضا يقول الإمام الشافعي في ديوانه الماتع: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلاغة وصحبة أستاذ وطول زماني. أراكم إن شاء الله في الخميس القادم إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء، مع التلاوة المنهجية من الآية 49
حتى نهاية الصفحة الآية 57 زي ما اتفقنا. من يريد أن يقرأ بالأوجه الثلاثة فبها ونعمة، ومن قرأ بالوجه المشهور الذي نص عليه أهل الأداء بتوسط البدل فبها ونعمة. ياريت نحضر الصفحة نحاول نشوف البدلات، أدينا شفنا النظام ماشي إزاي، بمسك الصفحة بعملها إزاي. الصفحة دي على فكرة ما فيهاش فرش، الصفحة ديت هنأديها الحلقة القادمة ما فيهاش فرش. إن شاء الله أسمع التلاوة إن شاء الله ومزيد من التقدم. رواية ورش سهلة مش صعبة، بس عايزة اجتهاد زي ما بنجتهد في حفص هنجتهد في ورش. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأشكر باسمكم أخويا الشيخ محمد عبد الغني من الجزائر، وأشكر الشيخ ياسر النموذج الجميل للمبتدئين عشان يقول للأمة إن رواية ورش سهلة ولا صعبة يا شيخ ياسر؟ سهلة بإذن الله. اللهم يسر علينا يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير الجزاء، وألقاكم في حلقات مقبلة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.